الحالة الثانية اللاترال ارث بريشر حسب نظرية كولوم هي الباسيف لاترال ارث بريشر. وحتى نفهم هذه النظرية نأخذ هذا الشكل الذي يبين ريتينينج وول وذ باك فول، زاوية ميلان الجدار الفا مع الخط الافقي، زاوية ميلان سطح التربة بيتا مع الخط الافقي، وهناك احتكاك بين الجدار وبين السويل الباك فول سويل. ونفترض بأن حركة الجدار تكون باتجاه التربة. لنأخذ هذا الشكل الوجه اللي هو الـ ABE ونحلل القوى المسلطة والمؤثرة عليه. هناك وزن لهذا الوجه وهناك قوة R تميل بزاوية مقدارها فاي، وهناك قوة B passive تميل بزاوية مقدارها دلتا عن الخط العمودي على الباك فيس of AB. من خلال هذا يمكن رسم البوليجون، وفي هذا البوليجون الار معلومة، الويت تكون معلوم، فقط لدينا البي باسيف. يمكن استخراج البي باسيف حسب قانون الساين. اذا البي باسيف يستخرج من هذا البوليجون حسب اللاين اوف ذا فيلير اللي هو اسيوم اللاين اوف فيلير افترضنا اي اي. ناخذ لاين اخر على سبيل المثال، إذا أخذنا هذا اللاين آخر ونقطة أخرى، فإذا رسمنا العلاقة بين البي باسيف مع هذه النقاط، نلاحظ على سبيل المثال بي باسيف هنا، ثم أخذنا نقطة أخرى نحصل على بي باسيف آخر، بي باسيف آخر، وهكذا، فإلى أن نحصل على أقل قيمة للبي باسيف هي اللي نعتمد عليها. من خلال هذه النظرية وجدنا بأن البي باسيف هو حسب كولوم وجد بأن البي باسيف equal to 1 over 2 جاما at square كي باسيف. وهناك أيضا explicit form صيغة لكيفية إيجاد الكي بي هي ساين سكوير ألفا ماينس باي ساين سكوير ألفا ساين ألفا بلس دلتا. دلتا هي الفريكشن between wall and soil، والفا هي زاوية ميلان الباك فيس اوف ذا ريتينينج وول. 1 ماينس ساين فاي فاي هي الانجل اوف انترنال فريكشن اوف ذا سويل، بلس دلتا ساين فاي بلس بيتا ساين الفا بلس دلتا ساين الفا بلس بيتا. هذا الكي باسيف يمثل حالة عامة جنرال، يمكن ان نجد حالات خاصة، حالات رانكين الخاصة نجدها في هذا الكي بي، عندما على سبيل المثال عندما تكون الألفا equal to 90، أو عندما البيتا زاوية الميلان لسطح التربة تكون equal to 0، راح يمكن أن نحصل على كي باسيف equal to 1 minus sin phi على 1 plus sin phi. هذه الحالة الثانية تسمى الباسيف فورس، واللي يكون توزيعها أيضا توزيع مثلثي، تتوزع بشكل لينيرلي بشكل خطي تتوزع، وتميل بزاوية مقدارها دلتا مع الخط المائل الخط العمودي على خط الباك فيس.